السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نتحكم في الليرات. الليرات طبقات، بمعنى ايه؟ طيب خليني اجي مثلا هنا هقول ان انا عايز اعمل فيديو، وليكن مثلا اهوت، واعمل فيديو تاني اهو. تمام، مجرد خدت صورتين فمفيش اي حركة خالص. ماشي، ده احنا كنا عاملين حركة في احدى الفيديوهات، بيمشي من هنا لهنا. طيب خليني اقول اوكي، وبعد كده اروح لبيلت وهبص هنا على موضوع الليروت. هاجي هنا على اللايبراري، فلاقي عندي هنا في لير. لو دوست هنا على اللير ديت بيبدأ يقول لي edit layer name. لو انت عايز بيقول لي انت ما تقدرش cannot hide the active layer. اللير دي active فما تقدرش ان انت تلغيها. طب ممكن الغي الجاردن اللي انا نباتات في الحديقة، اللي هم الكام نبات دول. ماشي، طيب هنا ده اخفالي الحاجات اللي هنا. طيب خلينا نشوف دوت الديكوريشن، وبعد كده اللير ديت معلش اي حاجة. طيب هقول له ضيف لي لير تانية وهنسميها مثلا لير. تمام، تخيل ان في لير ومسمينها لير، يعني في ابداع. هقف عليها بحيث ان هي دي اللي تكون اكتف، واي حاجه تنزل هي تتحط عليها. واقول له مثلا انا مثلا على سبيل المثال عايز اضيف شجره اهي، واحطها مثلا هنا. تمام، وشجره تانية كمان جنبيها اهيت. يبقى احنا كده ضفنا ليرين على اللير اللي اسمها لير. دلوقتي بقى اروح للفيديو. ماشي، واقول له ان انا عايز افكت معين. الايفكت ده خاص بالليرات. هروح للاوبجكت واقول له لير فيزابل. ده عباره عن ايه؟ ان انا مثلا في اللقطه دي مش عايز الليرات دي كلها تكون ظاهره، عايز اخفي مثلا ايه. هقول له ده الكي فريم مثلا اهو، ده الكي فريم دوت. طيب تعال نرجع لاول واحد خالص. هقول له ان انا عايز اللير الثمانيه دي تكون مخفيه، ودي مثلا سبعة تكون مخفية، مكانش في حاجة في سبعة، ودي مخفية ودي مخفية. طيب طب لما نيجي بقى على هنا كله ظاهر. طيب تعالى بقى نشوف الفيديو، كل حاجة مخفية وتبدأ بقى الحاجات دي تظهر. فأنا قدرت إن أنا أظهر بعض الحاجات في الوقت اللي أنا محتاج إن أنا أظهر فيها. ممكن مثلا تعمل إن ممكن تكون مدخل المبنى ده على كذا دور، فتخلي أول دور يظهر وبعد كده التاني وبعد كده التالت، فيبدأ يحس إن في كأن في 4D، كأن المبنى بيتبني قدامه. بينما هي مش حقيقية، بس هي إيه، هي بشكلها كأن فعلا أنت عامل 4D في قلب المبنى. فده حاجة ممتازة جدا إن أنت تظهر الليارات. دلوقتي شوفنا في فيديو إزاي نعمل ليارات وإزاي إن إحنا نظهر ونختفي.